اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخير؟ المدير، السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير؟ مزيان. لاباس عليك؟ الحمد لله. اش هاد الاخبار؟ طيب الوقت. شحال هادي ما شفناك؟ ايوا الوقت. اليوم واش داتك الشبكه؟ ايوا واش غدير؟ ها؟ ماشي مشكل. ياك؟ قدرة. يا سيدي. اللهم بارك وزيد في ذلك. كي داير مع كورونا؟ كاين شي كورونا ولا والو؟ ايوا شويه. ها؟ احنا ما غادي مع الوقت. ياك؟ كاين شي خدمة؟ كاين شي؟ الحمد لله مزيان. ياك الأمور غادي مزيان بعدا؟ إيوا مزيان أسيدي، اللهم بارك وزيد في ذلك. واخا، المهم أنا عارف عندي لك عاود شي أسئلة، إلا تقدر إلا استطعتي ولا قدرتي تجاوب أنا غادي على غير ما يكونوش خصوصيين. لا 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 ما يكونوش بريفي. لا 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 ماشي بريفي، لا لا بريفي لا. غير شي حوايج، شي داكشي اللي كيجي في التعليقات، شي دراري قالوا لي دير هذا الفيديو هذا على الناس اللي كيجيو مثلا من اسبانيا ولا من الطليان ولا من البرتغال ولا من الاتحاد الاوروبي، وهذوك الناس اللي ما عندهمش الجنسيه مثلا، واش ممكن مثلا هما يخدموا هنايا؟ وشنو هما الاجراءات المطلوبه هنايا في هولندا؟ وعاود السؤال الثاني اللي هو واش هذوك الناس مثلا حتى اللي عندهم الجنسيه مثلا، القضيه سهله. المهم غادي نبداو بالناس اللي ما عندهمش الجنسيه، اشنو هما الوراق اللي هما يعني تقدر تخدم بهم هنايا في هولندا بالنسبه لاسبانيا وبالنسبه بالنسبه مثلا لدوك الناس اللي جايين من اسبانيا هنايا، اشنو الوراق اللي هما تقدر تخدم بهم هنايا مثلا، تجي تسجل هنايا وتخدم. الا كان الجنسيه هذيك هي ما نهضروش عليها، عندك الحق باش تخدم الاتحاد الاوروبي كامل. ايه بالنسبه للوراق ديال اسبانيا عاديين خاص يكون فيهم داك السي او او لا اي اي. ايه هذيك ضروريين هذوك. ايه الا جيتي لهنا تخدم بهم، الا لقيتي شي واحد اللي عطيك الكونترا راه شنو هما انا داك السي او هذاك او شنو هما هذاك السي او اش كيقول لهم هما الصبليني على حسب تجربتك انت، الناس اللي كيجيو لاسبانيا مثلا اللي كتعرفهم اللي خدامين عندك شنو هما اللي هذيك فيها لارك دوراسيون خاص يكون فيها 50. ايه لارك دوراسيون اوتوريزار ترباخار هذيك كتكتب فيهم. ايه خاص يكون ذاك الحرف سي او سي او سي او هذيك مسموح تخدم بهم في اوروبا. هذيك مسموح الا لقيتي شي واحد اللي عندك الكونترا. ايه وتسجل هنا في البلديه. تسجل في البلديه ضروري، اي حاجه بغيتي دير تسجل في البلديه هذيك هي اخر ستاب المرحله الاولى. ايه كتخدم. المهم الكونترا هي المهم خصك تلقى عقد عمل هنا. تلقى عقد عمل ضروري. وهذوك الوراق الاخرين مثلا انا كنسمع من الناس ديال اسبانيا بحال مثلا هذوك الناس اللي كيجددوا ذوك الوراق ديال اسبانيا بالفلاحه، يعني ماشي بحال هذوك الناس اللي مثلا اللي كيديروا الوراق بالزواج. ما كاينش الفرق بين الفلاحه وبين البنية وبين خاص تكون السي او. ايه السي او باش دار اسبانيا خاصك تكون خدام 6 شهور الاخرى. اه كتدفع الطلب للمينيسترو ديال اسبانيا كيعطيو لك البوليس ديال الاجانب تما ولا المينيسترو ديال اسبانيا. اه كيعطيوك هذيك هذيك الريزيدنسيا ديال سيكوانيوس خاص تكون فيها 5 سنين. 5 سنين عادي ممكن لك تجي هنا بالهولندا تخدم فيها. اه كتجي كتخدم فيها. وصحاب الجنسية حتى هما؟ الجنسية هذيك ما نهضروش عليها هذيك. لا حتى انا غادي. صحاب الجنسية ما يحقوش. ها؟ صحاب الجنسية. عارفين نمشي في اوروبا. لا دابا واحد في الكومنتات تما ولا جوج ولا ثلاثة ولا بعض الناس كيقولوا لي واحد قال لك إلا ما عندك الجنسية ما تقدرش تخدم هنايا في هولندا مثلا. لا لا عندك الحق خاصك غير لادريس. غير تجي في البلد ديالك ضروري واخا واخا ديك الوراق في هولندا الا ما مشيتش في البلاد ديالها ما عندكش الحق. الناس اللي عندهم الجنسية هذيك نورمال عاود غير تجي هنا تسجل في البلد ديالها. البلد ديالها تسجل عندك الحق تخدم عندك الحق ديال الشركة عندك الحق ديال الصلاة. واخا والسؤال الثالث الا بغيتي تجي هنا تفتح شركة هنايا مثلا جيتي مثلا من اسبانيا ولا جيتي من ايطاليا ولا جيتي من البرتغال المهم يكون عندك الوراق ديال الاتحاد الاوروبي شنو هما الاجراءات اللي هما مطلوبين هنا؟ الاجراءات اول خطوه خصك تجي في البلديه. يس. ثانيا كتشوف الشركه اللي غدير واش غتخدم واش من الشركه غدير. كتمشي لكافاكو باند ديك الغرفه التجاريه. اه. كتسجل تما كتمشي للبنك كتحل زاك لك ريكني. اه. المهم كتجي هنا لهولندا مثلا. كتجي خاصك تجي في البلديه. الجنسيه ولا الا عندك الوراق؟ خاصك الوراق سي او. سي او. اذا كان جنسيه ما كاين لا سي او لا والو هذيك الجنسيه هذيك. اوكي. الا عندك الوراق خاص يكون فيهم واحد الحرف جوج الحروف سي او. الا ما كانش هذيك الحرف ما ما
عنديش حق انا ما عنديش حق. لا تخدم لا دير شركه لا دير حتى حاجه. عندك الحق تجي سياحه باش تخدم باش تخدم باش تخدم. المهم الواحد الا بغى يفتح شركه علاه جا من اسبانيا ولا من بورتو ولا من ايطاليا شنو هما يعني السطاف الاول اللي هو مثلا سكريتش في البلديه الاولى. ثانيه كتمشي للكامب في الكوفا عنده باش تجي تما وشحال شنو هما الغرفه التجاريه. شنو هما الاجراءات اللي كيصنع تما يجيب السميه ديال الشركه. الاجراءات خاصك لا دريت البلديه كتجيبها وتركسل ديك الورقه البلديه. شهاده السكنه. تمشي كتدخل عندهم الغرفه التجاريه تقول لك اش الشركه بغيتي دير السميه اللي غادي كيسجلوا كيعطيك الوراق. الشركه راه الوراق كيعطيك واحد الملف ديال الوراق. صافي. ولكن انت اش من شركه غدير؟ دير شي حاجه اللي غتخدم لك. ياك؟ ضروري. اش شركه غدير؟ داير. ملي كتخدم كتشد الخدمه كتخدم. يعني مثلا الا بغيتي تحل مثلا ريستورون هنايا ولا بغيتي تحل فران ولا بغيتي دير شركه ديال البني ولا دير اي حاجه بغيتي دير عندك الحق فيها. صافي. خاصك غير تجيب الفلوس باش تستثمر. باش تسيل المحل ولا باش دير شي حاجه ولا ضروري. و مثلا بحال مثلا واحد تقول قال لي انا خصني ناخذ القروش نقدر نفتح بها مثلا تما على حسب هو شنو بغا يدير. كاين مشروع ديال 10000 يورو غتبدا. كاين المشروع ديال خاصك مليار ولا جوج على حسب المشروع اللي غدير. بسم الله غادي دير على حسب المشروع اللي غدير. اللي سيدك على الله فهمتي. المهم انا اللي ما انا عارف هذه نظري انا زعما الناس اللي كيجوا مثلا هنايا يعني بزاف ديال الناس كيجي مثلا كيقولوا في راسو راه خصني غنخدم يعني في الاول يعني تجي هنايا تخدم مثلا على ما ديباني راسك وهذاك الشيء يعني الخدمه السالاري زعما ديال ديما يعني ما تقدر دير به والو. شوف راه كاين فرق الا جيت تخدم والا جبتي راس المال وبغيت دير مشروع. يعني كاين الفرق الا جيت تخدم راه خصك كتبدا كتخدم الا جيتي دير مشروع راه خصك تجيب الفلوس تجيب واحد راس المال صحيح اللي تقدر دير به مشروع. حيت الهضره ماشي سهله راه كلشي غالي اي حاجه بغيت دير هنا راه كتخلط بزاف القوانين. يعني خاص الشركات تكون خدامه تكون كتدخل واحد المبلغ اللي هو يقدر يوفر لك داك يقدر يعني باش تخلص مثلا بطبيعه الحال يعني هذيك الخدام هنا غير باش تخدم واحد بنادم هنا واحد الخدام كيتقام عليك 5000 يورو في الشهر 5 مليون في الشهر خاصك تخلص عليه بزاف ديال القسط بزاف ديال المصاريف بزاف ديال هنا راه غالي كلشي. هنا هاد العاملة غالية المشكل ديال هولندا هي هاد العاملة هاد العاملة كتقام غالية فهمتي ماشي. المهم الاخوان كما سمعتوا الاخ صدارات والشركة ديالو هنايا يعني وهذا الشيء اللي قال هو دابا راه يعني بالناس اللي كاين جايين من اسبانيا وكانوا خدموا عنده وهذاك الشيء وهو اللي جاب المعلومات. المهم هنايا في هولندا كما سمعتوا راه الا بغيتي تفتح شركة هنايا راه كلشي سهل كما قال دابا هو يعني راه خصك يكون عندك غير راس المال مثلا وكاينين هاد المشاريع مثلا اللي ما كيطلبوش بزاف مثلا على حسب المشروع اللي غدير. عارف بغيتي تحل مثلا واش انت باغي دير اوطيل ولا باغي دير قهوه ولا باغي دير حامل ولا باغي دير كل حاجه في الثمن ديالها انت على حسب انت شنو بغيتي دير حسب انت المشروع اللي جاي فيه حسب الشيء اللي كتعرف عليه انت شي كتعرف عليه. انا بغيتي تحل حانوت ولا بغيتي تحل مثلا حتى انا الحانوت راه شركه باش تمشي تحل حانوت اي حاجه بغيتي دير تخدم راسك راه كتسمى شركه. شركه يعني ورا كاينين يعني مثلا بحال مثلا تجي تحل مثلا حانوت في السوق ولا شي حاجه مثلا ولا دير الحوت مثلا دير هذا اللي كيبيع الحوت هنا دابا اي حاجه يعني راه ما كيطلبش هذاك الشيء يعني واحد المبلغ كبير مثلا يعني كيطلب غير شي حوايج اللي هما مثلا بحال 20000 دولار 25000 30000 دولار كيتصب بها المحل اي حاجه بغيتي دير. المهم لوسونسيال ديال هنايا المهم خص شي واحد هنايا تقلب على لادريسا فين غادي ديرها هنا فين تسجل في البلديه اش كيقول لها في اسبانيا هو شهادة السكنة شهادة السكنة يعني باش تسجل هنايا في البلدية هو بلا ما نفكر السمية ديالها بارمانينتو ولا ما نعرف انا ما كنعرفش الاسبانيه. المهم هنايا الاخوان الا بغيتي تجي هنايا مثلا باش تخدم هنايا مثلا كما قال هو بهذوك الوراق اللي هما سي او سي او سي كون سي او ضروري او لا اي هذيك في اوروبا مثلا بغيتي تبدا اوروبا يعني ما جوج حوايج هادو راه هذيك تخدم فيهم هذاك اللي كتب في الكومونتير تما اللي قال لك الا ما عندكش الجنسيه ما تقدرش تخدم هنايا لا راه تخدم هنايا الا عندك هاد جوج الوراق هذا مكتوب فيهم ديال اسبانيا هنايا تقدر تخدم بهم ولو الادريسه هي المهم هنا الا لقيتي شي واحد مثلا يجلك عنده في الدار هنايا يعني حتى ما يعني ما تسجل راسك يعني راه هذيك هي المهم راه بزاف ديال الناس هنا كيجيو هنا ما كيلقاوش فين كيديروا الادريسه تكون عندهم ضروري ها الادريس ضروري اي حاجه بغيتي خصك الادريس واخا يكون عندك جنسيه هولنديه واخا يكون عندك الوقت ولا ما عندكش السكنه ما عندكش يعني راه قانون كتسمى ما عرفش كيفاش عرفت.
واش ناخر؟ كاين شي حاجه ما تضيف؟ الا كان شي سؤال سولني انا نجاوبك. ها صافي هادشي اللي كاين اليوم غير على 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 الناس اللي غادي يجيو هنا مثلا يفتحوا شركه يعني راه كلشي ساهل. راه كتمشي هنايا للسجل التجاري هنايا كتسجل شحال كيخلصوا 48 اورو 100 اورو 50 اورو اللي كتخلص في هذاك سميتو كيعطيو لك هذيك كافيكا نمبر كافيكا نمبر كافيكا نمبر كيعطيو لك هذاك بيتي في نمبر كيجيك من عند صحاب الضرايب صحاب الراس صافي مشي للبنك تحل حساب البنك راك عندك شركة الشركة هنا راه غير الاوراق راه ماشي يعني ملي كتجي هنا في البلدية يعني راه كت واش من ساعة كيكون عندك حق باش جبتي سكن في البلاصية هما كيسيفطوا لك فتعرف ملي كتجي للبلدية ملي كتجي للبلدية كيعطيك تما سكن نمر تما في البلاصة سكن نمر يعني واحد الرقم ديال الضريبة منين تمشي لكافي كتسجل دير شركة كيجيك بيتي في نمر كتما واحد المرة أخرى ديال واحد السيري كيسيفطوا لك صحاب الضريبة عاود ماشي ساهل ماشي يعني ماشي شي حاجه ماشي ماشي زرا ساهل صافي المهم الاخوان هادشي اللي كاين المهم هاد الفيديو هذا اللي درنا اليوم راه على الناس اللي غادي يجيو هنا مثلا باش يفتحوا مشروع ولا يجي يخدم حتى هنا يعني الا عنده هاد الورقه يقدر يجي هنا يلقى شي واحد عطيه الكونترا راه غادي يخدم المهم ليسونسيل في هادشي كلشي راه خصك تكون عندك الادريسه الا عندك الادريسه راه يعني راه كلشي لبيبان تحلو الا ما عندكش الادريسه هنايا راه صعيب راه بزاف ديال الناس كيجيو هنايا مثلا وما كيعرفوش وكيمشي عند انتي هنايا البوليس ديال الاجانب كيقولوا راه ما عندكش الحق تيسحبوا راه يعني صافي لا راه الا جيتي هنايا وكبرتي على الادريسه وكبرتي على الكونتر ديال الخدمه راه عندك الحق يعني راه انتي الا مشيتي عند البوليس ديال الاجانب وما ديتيش انت مع ما مشيتش لا في البلديه لا والو وما عندكش لا الكونتر ديال الخدمه وكيفاش انت بغيتي مثلا باش يعطيوك هذيك الورقه باش تجيبها مثلا البراسين باش يعطيوك في سكان راه ما يمكنش داكشي اللي كاين الا كملتي انا غنمشي صافي شي غلط يلا يلا تبارك الله عليك قول سلام سلام صافي يلا الاخوان المهم الفيديو كان وصلنا هنا ديالو شكرا على التلفون على سيرك سلام الاخ شكرا على الدروس معاوي السلام عليكم يلا الاخوان شكرا هرمو كتمسد فين هنا اللي بغى يخدم